بناء على الطلبات اللي قدمت من الأهالي على استلام الحواجز من قبل الشرطة الحرة، وهذا لأن الشرطة الحرة لا تتبع لأي فصيل ولا أي حزب ولا أي تيار، وبناء على الطلبات الشديدة من قبل المواطنين تم التواصل مع المجلس المحلي بهذا الغرض، وقام المجلس المحلي بدوره بالتواصل مع قيادة شرطة حلب الحرة على استلام الحواجز. وبعد عدة نقاشات تم الاتفاق بين الشرطة الحرة والمجلس المحلي على استلام الحواجز من قبل الشرطة الحرة. وظيفة هذه الحواجز وضع على مداخل ومخارج البلدة لضبط أمن وأمان البلدة، حيث أنه في الأونة الأخيرة انتشرت السيارات المفخخة والعبوات الناسفة بكثرة، وعمليات الخطف والسرقات السيارات، فنقوم بتعميم هذه المراكز على جميع البلدات التي تتواجد فيها عناصر مراكز الشرطة الحرة التابعة لحلب. بالتنسيق بين الأهالي والمجلس والشرطة الحرة بمدينة الأتارب تم استلام حواجز المدينة من قبل الشرطة الحرة، لأنه تعامل الشرطة الحرة مع الناس تعامل سلس ومرن، والشرطة الحرة معروفة بلباسها ولا في لسام على الوجه ولا على الراس ولا عشي نهائيا، وإن شاء الله الشرطة الحرة تظل هي صمام الأمان وفعالة. أفضل أن نحن المواطنين تعاملنا مع هدول بيكونوا من عامة الشعب وللكل، ما بحسن في ده غير هيك، لأن الفصيل العسكري يعني خلي يكون على الجبهة أفضل إنه.